طيب كينزي، كما شاهدنا في التقرير فهناك كثير من المخالفات التي قد تذهب أجر العيد وتوقع في الإثم كالربا والتباهي أو إيذاء الجار وغيرها، وغالبا ما تكون الزوجة هي من تدفع الزوج إليها صراحة. لكن في المقابل هناك كثير من الأخوات بحمد الله يتجنبن هذه الأمور، فتقنع بالأضحية التي يشتريها زوجها ولا تتباهى، لكنها في المقابل قد تنغص على نفسها وعلى أسرتها فرحة العيد بالامتناع مثلا عن إحيائه في بيت أهل زوجها، خصوصا في المجتمعات التي ينتشر فيها هذا العرف. كينزي، سبق وتحدثت عن أهمية وضع حدود في العلاقة مع أهل الزوج، لكن هل نفس النصيحة تنطبق على يوم العيد الذي وجب أن نعظمه بكل ما نستطيع؟ وإذا كان ولا بد من هذه الحدود، فكيف يكون شكلها في هذا التجمع العائلي؟ أي يعني كيف ينبغي أن تتصرف المرأة وهي حاضرة في هذه اللمة؟ تفضلي كينزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. بالنسبة للعيد للزوجة المسلمة بينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. الواجب طبعا ده فرض إنها تصل رحمها في العيد، أمها، أبوها، إخوانها، خلانها، أعمامها، جدتها، أبنائها وأبناء أبنائها وأبناء إخوانها، دول الرحم اللي صلتهم فرض وحرام مقاطعتهم. من مظاهر الصلة إنها تحسن إليهم بما أمكن من الخير على قد ما تقدر، سواء بالزيارة، بالاتصال، بالاطمئنان عليهم لو في بلاد بعيدة، بمعاونتهم ومساعدتهم لو محتاجين المساعدة المادية مثلا لو تقدر، أو المساعدة المعنوية بالدعم والكلمة الطيبة والمواساة. ومن مظاهر الصلة كمان دفع ما أمكن من الشر والضرر عنهم، يعني حد واقع في مشكلة تقدر تحليها، وقع عليه ظلم أو يعاني مثلا من الفقر، يعني اللي تقدر تقدميه لإنقاذهم مما هم فيه ورفع مكانتهم والقضاء على معاناتهم ما تتأخريش. وربنا تبارك وتعالى عالم بنيتك، خدي بالك، عالم انت تقدري تساعديهم ولا بتبخلي وبتتهربي وبتتجاهلي. طبعا دي مش صلة رحم. الصلة مش بس مكالمة تليفون لأمي وأبويا وإخواتي كل شهر مرة ولا كل سنة مرة، لا، دول حتة مني. لو حتة مني بتعاني وبتتألم مش هيجيلي نوم. كذلك ازاي تقضي العيد وامك مثلا محتاجة، او تقضي العيد واولاد اخوك الايتام مش في حسبانك لمجرد مثلا انك بتعادي امهم او كنت مخصم اخوك، او بتمنعي اولادك من انهم يصلوا اعمامهم وخلانهم واجدادهم، او بتمنعيهم عن صلة ابوهم وبتشربيهم غل وحقد وكراهية لمجرد مثلا انه طليقك، فبتعاقبيه بانك تحرميه من اولاده عشان بعض الخلافات الدنيوية التافهة اللي هتموتي وتسيبيها سيئة جارية في ميزانك، انك قطعة اولادك عن قريبهم اللي صلاتهم فرض مش تحت امرك وده امر الله. اشربي بقى وشيلي ورا ظهرك الكبائر، لا يدخل الجنة قطع رحم. فنحط خلافاتنا كده على جنب ونشتري الاخرة. لا تقطعي رحمك ولا تورثي اولادك قطيعة الرحم. للأسف الناس بسبب بعضهم عن الله عز وجل وعدم خوفهم منه بقوا بسهولة جدا يقطعوا الأرحام، وبقوا يورثوها كمان لأولادهم. فلان أنا مقطع يبقى تقطعه أنت كمان. إيه ده؟ يعني أنت مش مكفيك الذنوب اللي أخدتيها من قطع رحمك، كمان بتغدي ذنوبك على تحريضك لأولادك إنهم يقطعوا أرحامهم؟ هو في أوكازيون على الذنوب؟ يعني مثلا خايفة لا تخلص فبتجمعي ذنوبك وذنوب غيرك في جيبك؟ فين الخوف من الله يا حبيبي؟ فين الإيمان بالله؟ فين الناس اللي بتضحي وبتبيع أرواحها عشان الجنة؟ مش عارفة انت تضحي بمشكلة وخلاف تافه عشان الجنة؟ طب ضحيتي بالأضحية ودفعتي فيها الشيء الفلاني وروحتي لفتي على الفقراء توزع عليهم اللحوم والأضحية، تفتكري هل ربنا تبارك وتعالى هيتقبل منك تضحيتك بخروف مثلا وانت مضحية بأمك ومقطعها، ومضحية بإخواتك ومتعرفيش عنهم حاجة ولا عن ولادهم؟ ضحيتي بالبني أدمين ومفكرة إن التضحية بالخروف ولا بالمواشي والجمال هتنفعك؟ أبدا نهائيا. ربنا تبارك وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ذي القربى اللي هم الأرحام، أمر من الله. تيجي انت تقطعي عشان إيه؟ أيا كان السبب أو أيا كان الخلاف دوسي على نفسك ووصليهم. أولاد الأصول بيعملوا كده، إلا بقى لو كانوا مثلا طبعا غير الأب والأم، لو كانوا بيؤذوكي أذى لا يحتمل
وأذى لا يحتمل هنا مش أي مشكلة وخلاص وتقولي أنا مش متحملة، لا، أذى لا يحتمل يعني مثلا اختلاطك بيهم هيفسد عليكي دينك، هيركبك ذنوب، زي مثلا لو قعدتهم كلها غيبة ونميمة وخوض في الأعراض وإفساد بين الناس، لو اختلاطك بيهم هيدمر نفسيتك وهيبعدك عن ربنا، لو هيأذوكي في بدنك وسمعتك وروحك لا حرج في مقاطعتهم، لو مقاطعتهم هتجيب فايدة وهتخليهم يتراجعوا عن ظلمهم وأذاهم. لكن للأسف المشكلات اللي غالبية الناس مقاطعين أهلهم عليها مشكلات في منتهى التفاهة، بسبب كام جنيه ولا لفظ اتقال ولا بسبب أطفالهم، مشكلة بين العيال الصغيرة راحوا الإخوات قرروا ما يعرفوش بعض، مشكلة بين السلايف أما الأخ اتخانق مع أخوه قرر ما يعرفوش تاني. إحنا هنضحك على مين؟ ما هو ربنا عز وجل عالم المشكلة سببها إيه، وعالم هي ينفع تعدي ولا ما ينفعش تعدي، وعالم مين الغلطان ومين اللي بيدعي إنه مظلوم وعايش دور الضحية وكذب الكذبة وصدقها عشان يعطي لنفسه مبرر بمقاطعة أهله. كله هيتكشف بالسنتي وبالملي وبالذرة يوم القيامة، والمؤمنة بحق والمصدقة إن في يوم قيامة هتخاف وهتعمل حساب اليوم ده، وهتخاف تقطع رحمها على توافه الأمور، مش هيجي لها نوم وحد من أهلها زعلان أو تعبان أو شايل منها. فصلة الرحم في العيد أو غير العيد فرض واجب لا يخضع لتبريراتنا ولا لمشكلاتنا التافهة. ربنا تبارك وتعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى لم يستثني في الآية أحد، ما قالش وآتي ذي القربى إلا اللي شتمك، وآتي ذي القربى إلا اللي شخط في ابنك، وآتي ذي القربى إلا اللي ما بيسألش عليك ما تسألش عليه، وآتي ذي القربى إلا اللي مرضيش يسلفك وبخل عليك. فبلاش تلاكيك لبعض إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ده الجانب الواجب في صلة الرحم للزوجة مع أهلها في العيد وفي غير العيد على فكرة. أما الجانب المستحب للزوجة في الصلة بتندرج تحته بقى باقي العلاقات من أهل الزوج أو الجيران، أصحاب، معارف، يعني الفئة اللي مش من رحمك، والصلة بيهم مستحبة ولكن ليست فرض، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني زرتي أهل زوجك، جيرانك، صحابك مرة كل أسبوع، مرة كل شهر في الأعياد، وخدتي معاكي حاجة حلوة واطمنتي عليهم واتغديتوا سوا، ساعدتيهم تطوعا في العزومات وشغل البيت في أضحية العيد، فلكي عظيم الثواب، ومفيش حاجة بتروح عند ربنا تبارك وتعالى، واللي بتعمليه هيتردلك. مش شرط يتردلك منهم، ممكن يتردلك من غيرهم. هتلاقي ربنا عز وجل كرمك في زوجك، في رزقك، في أولادك، في صحتك، كنت مريضة مثلا فشفاكي، ولادك نجحوا بتفوق، كنت محتاجة العون فأعانك. لذلك حتى لو الناس ما شكروش جميلك ما توقفيش الخير اللي بتعمليه، كملي، لان ربنا تبارك وتعالى هو الشكور، وشكر الله ليكي هيتمثل في كرمه اللي هيفيض بيه عليكي جزاء مساعدتك للناس. كلنا عارفين ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. طيب انا بخدم وبعمل الخير معاهم ومش عايزاهم يشكروني، بعمل لله، لكن للاسف كمان بيأذوني. في الوضع ده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قدرتي تصبري وتتحملي الإساءات وتعملي مش سامعة إكراما لزوجك وطاعة لزوجك، تكونوا مثلا بيحبك وبيقدرك ومش حرمك من حاجة ونفسه إنك تزوريهم وتتوددي ليهم، وقدرتي تعملي كده وتتغاضي عن أخطائهم عشان خاطر عيون زوجك ولوجه الله، ساعتها ربنا تبارك وتعالى هيكتبك من الصابرين المحتسبين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبرتي ونولتي زي ما بيقولوا. لكن مش قادرة تتحملي وفي ضغط نفسي شديد عليكي وحاسة بالإهانة الشديدة وبغصة في قلبك وأفعالهم وأقوالهم أثبتت لك إنهم مش حابين وجودك، خدتي بالك أنا قلت إيه؟ أقوالهم وأفعالهم أثبتت، مش أوهامك وتخيلاتك، مش سوء ظنك مثلا وتأويلك للكلام في غير موضعه، أو ضميرك بيقولك دول بيقولوا كذا بس بيقصدوا كذا، لأ كده الغلط عليك، بيقصدوا أو نيتهم دي بتاعت ربنا. لكن لو سمعتي أقوال وأفعال سيئة منهم صريحة مباشرة مرئية ومسموعة ضدك، ساعتها من حقك تتجنبيهم. لقيتي مثلا أن قعدتهم كلها ذنوب، بعاد عن ربنا وبيبعدوكي معاهم، منغمسين في المعاصي والشهوات والملذات والغيبة والنميمة والسب والقصف، ومش قادرة تتحملي الاختلاط بيهم، ساعتها من حقك تتجنبيهم. ودور زوجك في الوقت ده انه يقدر موقفك ولا يضغط عليكي بزيارتهم او بخدمتهم.
برضو ما تحرضيش زوجك عليهم، قد يكونوا كارهينك انت يا ستي بس حابين ابنهم مالكيش فيه. لا تمنعيه من زيارتهم ولا تقولي له يانا يا هما، ولا تتعاملي بحقد وكلام سيء وسباب وتنزلي من نفسك قدام زوجك، لان الطبيعي ان عمره ما هيكره اهله عشانك. وكذلك اولادك هما اولاد ابنهم برضو، مش معنى ان اهله مش حابين التعامل معاكي او انتي مش حباهم تقومي تكرهي ولادك في اجدادهم واعمامهم، مش من حقك. وتحريضك على قطع الارحام ده ذنب عظيم جدا، انتي لوحدك اللي خسرانه فيه، انتي اللي مكوشه على كل الذنوب والكبائر دي كلها لوحدك لما تمنعي اولادك يزوروا او يتعاملوا مع اهل ابوهم. ومش هتشيلي ذنبك فقط، لا، هتشيلي ذنب اولادك كمان اللي ربيتيهم على قطع الارحام، وذنب احفادك اللي هيطلعوا زي اولادك قاطعين للارحام. اصلها بتبقى سلسله تتوارثها الاجيال، تعرفي تعدي لحد كام؟ اجيال ورا اجيال هتتربى على قطع الارحام والقسوه، والاساس انتي. ولو دورنا هنلاقيك انتي كمان اكيد ورثه قطيعه الرحم دي من اهلك. اصل اللي اتربى على قطع الرحم وهانوا عليه اهله هيطلع يقلد امه وابوه، واللي اتربى على صله الرحم هيقلد برضه امه وابوه. فحذاري توقعي نفسك في فخ الشيطان ده. لو خصمتي حد ما تقوميش عليه القيامة، لأن دي من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. فصلة زوجك وأولادك للرحم ملهمش علاقة بخصومتك مع ناس مش من رحمك أصلا، أنت مالك؟ وإلا فالذنب كله عليك. يعني لو كان يهمك الآخرة ومقتنع أصلا بيوم الحساب وعامل حسابك للحظة وقوفك بين يدي الله للسؤال، اعملي حساب الكلام ده كويس. عشان ترتاحي من وجع الدماغ ده كله وما تحطيش نفسك في مشاكل غير مرغوب فيها وتجاوزات، كنت أوضحت قبل كده في الحلقات السابقة من سواعد أخوات بضرورة وضع حدود للتعامل مع أهل زوجك ومع الناس كلها الغريبة عموما. يعني تقدري تعوديهم مثلا من أول زواجك أنا هقضي الوقفة والعيد مع أسرتي وهعدي عليكم زيارة خفيفة كده وامشي، ويبقى ده روتين حياتك كل عيد. حبيتي بقى تشاركي وتتعمقي وتقضي العيد معاهم وتشاركيهم في الشعيرة العظيمة دي، فده شيء جميل ومستحب وخير ولك الأجر. ولكن احذري برضو في نفس الوقت من التعمق ومن التساهل مثلا في الحجاب والهزار مع الرجال وحضور مجالس الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب. طبعا يجب هجر المجالس دي، وحدودك كمسلمة لازم تاخدي بالك منها كويس، مش عشان ارضي اهل زوجي واسليهم في الجلسة وبين لهم اني متكلمة وبفهم في كل حاجة وعارفة كل حاجة في الدنيا عن كل الناس، احط مناخيري في كل حوار يتكلموا فيه حتى لو حوار حرام. مش عشان اعجبهم ويقولوا مرات ابنهم حلوة وامورة اغضب ربنا بالتخلي عن حجابي، واطلع بقى اقعد في وسطهم بالميك اب وسايب شعري وبين رقبتي عشان اغيظ سلايفي وهزر مع رجالتهم، لا. فليسقط الكوكب كله، ربنا فوق الكل، واللي يزعل براحته. يا فرحتي لما الناس تزعل في الوقت اللي ربنا راضي عني، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا ليه حياتنا بتبوظ ونفسياتنا بتتدمر وعلاقاتنا بتتخرب؟ لاننا بنتهاون في حق الله لارضاء الناس. لا، انت تخلي مبدأك في العيد وفي غير العيد لن ارضي العبد على حساب رضا المعبود. حاجة كمان ينبغي لأهل الزوج مراعاتها، يعني خليكم فاكرين إنكم بتتعاملوا مع زوجة مسلمة حرة بنت ناس عايشة مع ابنكم في الحلال بشرع الله على سنة الله ورسوله، مش جارية من سوق الرقيق تخدم وتشيل وتحط وتزور وتسأل وتعمل الواجب وتهتم وبعد ده كله تتهان مثلا أو تتجاب سيرتها بالباطل وتغتاب وسط الناس. يعني انتم كده بتسيئوا لابنكم لأنها زوجته وشايلة اسمه وأم أولاده. لو بتحبوا ابنكم وبتحترموه مش هتجيبوا سيرة زوجته مع حد، مش عجباكم ما تتعاملوش معاها، لكن تجيبوا سيرتها بالباطل مع الناس يبقى انتوا كده لا بتحبوا ابنكم ولا بتحترموه، والناس هتقول عليكم بنفس الكلام. حتى لو مستمتعين معاكم بحواركم على مرات ابنكم بعد ما تمشوا للأسف هيستنقصوا الفعل ده منكم. فسيرتها ما تجيش إلا بالخير، يا إما ما تتعاملوش معاها. كمان تقسيم المهام في البيت، لو العرف الاجتماعي في بلدكم ان الزوجة تقضي العيد عند اهل زوجها وتساعد في شغل البيت وخاصة شغل الاضحية وعزومات العيد، فيجب ساعتها تقسيم المهام بينها وبين باقي النساء اللي في البيت. يعني الحما مثلا اللي بتريح بناتها وماسكة زوجة ابنها مشيلاها الشغل كله على دماغها، هل حضرتك ترضي ان حموات بناتك يعملوا فيهم كده؟
ترضي ان بنتك تقوم تشتغل في بيت حماتها الشغل كله من اوله لاخره، وحماتها وبناتها قاعدين يتفرجوا عليها او يتهربوا مثلا او يدعوا المرض؟ يعني فرجاء من الحموات اعدلي بين النساء في البيت، لان انتي ربة البيت ده، انتي صاحبة البيت، انتي الزعيم والقائد، فلازم تتصفي بالعدل عشان الكل يحبك. واحذري انك تظلمي بنات الناس او تفضلي زوجة على زوجة تانية لو اللي بتفضليها دي مثلا عرفت تضحك عليكي بكلمتين واخداكي تحت درسها زي ما بيقولوا، فبتريحيها ومبسوطة منها، وبتتعبي التانية اللي مش بتجيب تجميل الكلام ليكي. ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم اللي بتظلموه لبنت الناس هيتردلكم برضو، زي ما الخير اللي هي بتعمله معاكم هيتردلها، والخير اللي هتعملوه معاها برضو هيتردلكم. من ضمن المواقف اللي مطلوب فيها جدا الحرص على العدل من أهل الزوج لزوجات أبنائهم تقسيم الأضحية. لما تكون العيلة أو الإخوات مشتركين في أضحية كبيرة، فاللحم لازم يتوزع عليهم بالعدل، مش عشان الأب أو الأم بيحب ابنه عن باقي إخواته، أو حما بتحب سلفها عن باقي سلايفها، أو بتفضل الأولاد على البنات، أو بتفضل البنات على الولاد، تقوم تظلم شخص وتعطي شخص أكتر من الباقيين. خدوا بالكم، ويل للمطففين، كل اللي دفع جنيه ياخد قصاده من الأضحية، إلا لو هو تنازل بطيب خاطر لأخوه هو حر. حتى لو بتكرهي ابنك، حتى لو بتكرهي مراته وعياله، مادام دفع من عرقه وشقاه من حقه إنه ياخد حقه كامل. ما تجيش على الغلبان اللي فيهم، ولا تيجي على الزوجة الساذجة وتقولي عادي غلبانة مش هتتكلم، لأنك ما تعرفيش اللي في قلبها. حتى لو ما بتعرفش تدافع عن حقها، احذري تشتكيكي لله عز وجل إنك ظلمتيها أو ظلمتي ابنك أو فضلتي أولادك الرجال على البنات. هنتحمل نمشي في ظلمات يوم القيامة؟ لو عايزة تشوفي أولادك كارهين بعض ومقطعين بعض، أو والعياذ بالله تشوفي فيهم ابتلاءات مش كويسة، فرقي بينهم في المعاملة وفضلي حد على حد. من أكبر أسباب الابتلاء إن ربنا عز وجل يبتلينا في الحاجة اللي اتعلقنا بيها زيادة عن اللزوم وظلمنا ناس تانيين بسببها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. جميل جميل كنزي كعادتك، بارك الله فيك، نبهتي إلى نقاط جد جد مهمة أرجو أن تنتبه إليها الأخوات. وأنبه بدوري فقط يعني هنا إلى مسألة، وهي رغبة الأخت في مساعدة أهلها ماديا في هذا العيد، فأيضا هذا الأمر يجب أن يكون مشروعا، أي مثلا إذا كانت الزوجة ستأخذ من مال زوجها فلا بد أن يكون ذلك بعلمه وإذنه. ولهذا ننبه الإخوة الأزواج هنا وندعوهم إلى تيسير هذا الأمر وإعانة الزوجة على البر واحتساب الأجر عند الله تعالى، كما ندعوها هي في المقابل أن تفعل.